نريد أن نحقق من خلال الانتخابات، بعدما ثبت أن الانتخابات هي الطريق الوحيد لبناء الدولة ولاستقرارها ولأمنها ولخدماتها، فنريد بناء دولة دستورية قانونية، ولذلك رفعنا شعار دولة القانون لكي نقدم الخدمات التي يحتاجها شعبنا ونعمر البلد ونتجاوز السنوات الصعبة التي عاشها العراق والعراقيون، سواء كان في ظل النظام البعثي البائد أو في ظل فوضى الإرهاب والأرهابيين والقاعدة وداعش. الحمد لله، بعد أن تصدينا لكل هذه الموجات التي أضرت بوحدة البلد، أضرت باستقرارها، وصلنا إلى مرحلة الاستقرار والبناء والإعمار، ولعل واحداً منها هذا الملعب الكبير الذي نفرح بوجوده في هذه المحافظة العزيزة التي قال لي عنها سماحة المرجع الكبير آية الله السيد السيستاني حفظه الله: أوصيك بكربلاء، فهي محافظة ليس كل المحافظات، لأنها قبلة تعتبر. ولذلك بذلنا ما استطعنا من جهد لبناء مطار ولبناء مصفى ولتأسيس محطات الكهرباء والبناء والأعمار والملاعب، أن كربلاء فعلا تستحق أن تتميز، لأنها كربلاء الحسين، لأنها قبلة العاشقين لأبي عبد الله الحسين.